انيو انيو واخيرا رجعنا لكم بفيديو مش رياكشن. لا هالمرة دعوة عامة، دعوة للجميع خصوصا كي بوب لافرز، وبالاحرى دعوة مجانية. تخيلوا يعني ما في تدفعوا اي فلوس، تحضروا حفل ساعتين تستمتعوا بكل فقرات الحفل مجانا من المتعة والإثارة ساعتين كاملين. طيب كيف وليش ومين وشنو ومنو واي شيء، اي سؤال بيخطر على بالكم رح تعرفوه بهذا الفيديو. بس بدي اخبركم بانه هذا الحفل هوستد باي جوردن كي بوب لافرز وبالتنسيق مع السفارة الكورية في عمان. يعني حفل كلش خلفوشاري رح يكسر الدنيا بالاردن. بالاردن بعمان. يا وين مكانه بالضبط؟ في قصر الثقافي الملكي في شارع الملكة علياء، والصالة تسع تقريبا 2000 شخص. نعم، ورح يكون يوم السبت بتاريخ 4/8/2018. انتظرونا هناك، ورح يكون طبعا يتضمن كل البرامج، كل إيش له دخل بالكيبوب كله. والحلو الحفل من الساعة 3 للساعة 5، يعني هم ساعتين، يعني هذا الوقت أكيد بيكون مناسب للجميع، اللي بيخلص دوامه واللي مخلص دراسته. صح. نعم. يعني ماكو دراسة، خلص هذا اليوم عوفوا كل شيء دراسة من عندكم، يعني خليها خلص. يوم مخصص للكيبوب لازم. ساعتين بالأصح، ساعتين. والأهم من هذا كل شيء رح يكون قبل بساعة بازار. يعني رح يبلش البازار الساعة 2 وينتهي بعد الحفل بساعة هم بعد. أوكي. يعني الساعة 2 للساعة 6 البازار موجود. البازار طبعا أكبر بازار رح يكون بالفستيفال اللي رح يصير بالأردن. هو هذا البازار رح تلاقوا كل شغلات بتخص كل فرقكم، إكسو، بي تي إس، سوبر جونيور، توايس، هيونا. Yes I know that. رح تحكي هيونا بس I know. فإحنا رح نكون موجودين بالحفل كمان. هلأ إحنا خبرناكم الحفل الماضي بالأردن إنه إحنا كنا رح نكون موجودين بس ما تواجدنا لظرف ما. نعم. بس هاد على الأكيد إن شاء الله 100% رح نكون موجودين. بالإضافة إنه كاميرا مشاهير انترتينمنت على الشرقية وعلى اليوتيوب رح تكون موجودة. نعم. يعني رح تطلعوا على التلفزيون وعلى اليوتيوب. انتوا رح تطلعوا التلفزيون واليوتيوب. عالجهتين يعني رح نطلع. يس. فجهزوا حالكم، رح يكون في كومبيتيشن كتير كبيرة للكيبوب. نعم. هناك رح يتم اختيار فائز لأفضل صوت وأفضل رقص وأفضل أداء وأي إشي يعني بدكم تقدموه من موهبة طبعاً إلها دخل بالكيبوب. yeah. وموهبة ثانية يعني فقرات كتير يعني. إحنا ما قدمنا موهبنا، إنه بصراحة أنا موهبنا نصور إنتوا موهبكم إنتوا. إنتوا نطلع مواهبكم إنتوا. نصوركم إنتوا. هذا هو المطلوب منا. فمش رح ننافسكم، إنه بصراحة إذا نزلنا بكل تواضع يعني إذا نزلنا أكيد رح نسافر على كوريا. ما يخالف كمل. طيب أوكي. حفل كلش خنفوشاري. فري مجانا دخولية. نعيد مرة ثانية عشان تفهموا أكثر. ما في يعني ما في تذاكر، ما في إشي. نيفر. بس تعالوا فوتوا. القاعة 9000 شخص يا جماعة. 2000 تخيلوا. نعم. يعني عدد هائل. فيكم تيجوا أنتوا أصدقائكم وإخوانكم وأهلكم كلكم رح تستمتعوا خلال ساعتين. من أي ساعة لأي ساعة؟ من 3 للـ5. حفظتوا. وفي قبل الساعة 3 حيكون في بازار. وبعد الساعة 5 يعني هو من الساعة 2 للساعة 6 البازار مفتوح. نعم. أي يوم؟ السبت بتاريخ 4/8/2018. كنت أحكي 15. لا أنت جبت لك. لا 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 تلخبطش. 18. هذا الحفل يعتبر من أكبر حفل الكي بوب بالوطن العربي. يعني هذا الحفل تقريبا قبل 5 سنين صار. وهالسنة كمان بالضبط هي رجع يصير. وبدي طبعا نشكر صفحة جوردن كي بوب لافرز، هم عم بتعبوا وعم بنسقوا، خصوصا منى عم تنشل انا بعرف بالتنسيقات. بليز يا جماعة حاولوا انكم انتوا تمشوا بتنظيمات وتعليمات منى، ما حدا يخالف تنظيماتها وتعليماتها، لانه بصراحة الحفل الماضي كان تقريبا 200 أو 300 شخص، ولكن هالمرة 2000 شخص طبعا، يعني صعب السيطرة عليكم. نعم. لذلك اوكي شوي انا ما انفعلتش. اوكي لذلك لكل الكي بوب فانز، سواء كنتوا او كنتي او كنت، حاولوا التزموا
بدنا يطلع الحفل كلش خنفوشاري. نعم. لانه انتم الجيش الخنفوشاري واحنا كاميرتنا واحنا رح نكون موجودين معكم نلتقط الصور ونتفاعل معكم ونعيش اجواء الكي بوب المجنونه هاي، لانه بصراحه نعم انه قناه كي بي اس الكوريه رح تكون موجوده هناك وتغطي الحفل، بلس بانه هذا الفيديو اللي بدنا نصوره احنا الفلوج على انه رح يطلع على قناه الشرقيه رح تاخذ منه نسخه السفاره الكوريه. Oh طلبوا نسخة انه من هذا الحفل، واكيد طبعا يعني مش بس كوريا، الوطن العربي والعالم رح يشوفوا الفستيفال هاد عن جد، وتحية كتير كبيرة وشكر كتير كبير للسفارة الكورية في عمان لانه هم اللي خصصوا هذا اليوم وهذا المكان وهذا التجمع لكل عشاق الكي بوب، وعن جد وجودكم بهذا اليوم وبهاي الساعة وبهاي اللحظة كتير مهم لكل الكي بوب فانز بالوطن العربي. لذلك اكيد انتم بترفعوا الراس طبعا، احنا موجودين معكم لدعمكم واظهار مواهبكم اظهار كل شيء بخص الكي بوب بهذا اليوم. نعم. مش رح نقصر معكم، لا طبعا رح يكون معكم بارك بيشيون واجيون جولي، وبالإضافة قناة الشرقية رح تكون موجودة بالحفل هاد وكي بي اس القناة الكورية، يعني رح تستمتعوا كتير رح تنشهروا بهذا اليوم. رح تنشهروا. طب بشار يعني انت ما في عندك موهبة تقدمها؟ هلأ في عندي مواهب كثير أقدمها، بس أنا بصراحة أنا يعني أو أنا وياك بشكل عام مواهبنا الناس كلها بتعرفنا، بس مواهب الناس الفانز احنا بدنا نخلي الناس تعرفها. ايوه احنا خلص الناس عرفت مواهبنا. عرفت. آه. منرقص منغني منصور فيديو رياكشنز منمثل كل شيء جربنا وبتتحول احنا مش بنتحول هيك. ايوه تحول التحول من البشري الى الوحش. وانت انتقاداتك يعني شبيهه يعني بصراحه اوكي تعليقاتك وهاي السوالف الحشيش خصوصا الحشيش. التاريخ الاسود لكل كي بوب انت كل كلهم كانوا كل كلهم كانوا موجود فقراء. عندهم مشردين وفجاه طلعوا هيك فوق تعال فقراء حشيش ثم صعدوا امراه فوق القمه زي هيونا يا رب وريد فيلفت ما عرف شو سوت كانت خياطه وبعدين فجاه فتحت مصارع جو نعم اوكي خلاص خلينا نختم ومنلاقيكم بهذا اليوم ما تنسوا يوم السبت بتاريخ 4/8/2018 بالنهاية دوبايو جيجايو عليك سيو باي باي.